السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الوطني لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. وجهت اليوم خطيبة النجم الجزائري رياض محرز عارضة الأزياء البريطانية تايلور وورد رسالة مؤثرة لنجم المنتخب الوطني رياض محرز، حيث عبرت عن تشجيعها الكبير لنجم الخضر عبر حسابها على الانستغرام. ونشرت الجميلة البريطانية ستوري تؤكد فيه دعمها الكبير لنجمنا، متمنية له كل التوفيق في مباراة الغد، وقالت أنها تتوقع أن رياض سيسجل هدف. بعدها سألها أحد المتابعين من ستشجعين إذا لعبت الجزائر ضد إنجلترا وهي بلدها، فقالت أنها دائما ستشجع رياض محرز رغم كل الظروف وحتى آخر لحظة. يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب غدا ضد ساحل العاج في مباراة مصيرية، إذا فاز بها سيتأهل إلى الدور الثاني. بالتوفيق لمحاربي الصحراء.